السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل الصوت واضح؟ ممتاز. هل يوجد سؤال أو استفسار عن الحضرات السابقة أو موضوع ما هو واضح؟ ممتاز. بخصوص فقط للتنبيه والتوضيح قبل بداية المحاضرة، بخصوص المحاضرات إن شاء الله راح نستمر إلى قبل الاختبارات اللي هو بتاريخ 7/4 بإذن الله تعالى، هتكون آخر محاضرة اللي هو الموافق يوم الأربعاء بإذن الله. ولا بد من التذكير أن توجد محاضرة تعريفية عن المحاضرة الأولى، فإن شاء الله راح نجدولها وأبلغكم بجدولها بإذن الله تعالى قريبا. واضح؟ في إعادة بس للتنبيه إنه إن شاء الله المحاضرة تنتهي قبل الاختبارات النهائية في تاريخ 7/4 بإذن الله تعالى، ويوجد لدينا بإضافة المحاضرات المتبقية محاضرة تعويضية سوف يتم جدولتها بإذن الله تعالى، و أبلغكم بموعدها بإذن الله قريبا. واضح؟ بما أنه لا يوجد أسئلة أو استفسارات المحاضرات السابقة، نكمل ما بدأناه، بس نسوي رجوع سريع على المحاضرات السابقة اللي ما حضر معانا ولتواصل أفكار. تكلمنا عن الشخصية الاعتبارية للشركة وكيف تكتسب ومتى تكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية، ورأينا بعد ذلك آثار اكتساب الشركة الشخصية المعنوية، ومن هذه الآثار كان يترتب عليها أنه يكون للشركة اسم يميزها عن مؤسسينها، ويكون للشركة ذمة مالية مستقلة عن مؤسسينها، وكذلك يكون لها موطن وأهلية وجنسية تتبع جنسيتها للمكان الذي تم تأسيسها فيه ومقرها الرئيسي. ويوجد كذلك للشركة بما أنها شخصية اعتبارية ممثل شخص طبيعي أمام الجهات المختلفة. بعد ذلك تكلمنا عن أسباب انقضاء الشركات، ما هي الأسباب التي تؤدي إلى انحلال الرابطة القانونية بين الشركاء، ورأينا أن الأسباب تنقسم إلى قسمين، أسباب عامة وأسباب خاصة. الأسباب العامة تنطبق على جميع الشركات سواء كانت شركات أموال أو شركات أشخاص، ورأينا من أسباب القضاء العامة اللي هو سبب انقضاء المدة المحددة، تنقضي الشركة بسبب انقضاء مدتها المحددة إذا لم يتم تمديد هذه المدة وفقا للنظام. كذلك رأينا تحقق الغرض الذي من أجله أسست الشركة يؤدي إلى انقضائها. وثالثا انتقال جميع الحصص أو جميع الأسهم لشريك أو مساهم واحد يؤدي بطبيعة الحال إلى انقضاء الشركة. كذلك اتفاق الشركاء على حل انقضائها يؤدي إلى نفس النتيجة اللي هو انقضاء الشركة، واندماج الشركة وذوبان شخصيتها الاعتبارية ومزجها مع شركة أخرى يؤدي كذلك إلى نفس النتيجة. والسبب السادس كان صدور حكم قضائي بحلها أو بطلانها. بعد ذلك تعرفنا على الأسباب الشخصية، الأسباب الخاصة بانقضاء الشركات التي تقوم على اعتبار شخصي، وهي ثلاثة أسباب: الوفاة أحد الشركاء، الحجر على أحد الشركاء أو إعساره أو إفلاسه، أو انسحاب أحد الشركاء من الشركة. لو نلاحظ أن جميع الأسباب الثلاثة تدور حول شخصية الشريك، في حال تعثر الشريك في أي سبب من هذه الأسباب الثلاثة أو تحقق السبب من الأسباب الثلاثة يؤدي إلى انحلال العلاقة أو الرابطة القانونية بين الشركاء وتنقضي الشركة.
هل السؤال، هل الصوت واضح؟ ممتاز، أوكي. إذا توقفنا في المحاضرة السابقة لدى انقضاء الشركة أو الأسباب الخاصة بانقضاء الشركة، الآن نرى آخر لقاء بإذن الله تعالى للتذكير راح يكون في يوم 7/4 قبل الأسبوع اختبارات النهائية بإذن الله تعالى، وراح يكون هناك في للتذكير كذلك في لقاء تعويضي عن اللقاء الأول الذي لم يكن لم نستطع لوجود مشاكل تقنية، فإن شاء الله في لقاء إضافي عن اللقاءات المتبقية بإذن الله تعالى. اللقاء التعويض راح نجدوله إن شاء الله وأبلغكم بموعده بإذن الله تعالى، واضح؟ نكمل مع أحكام الشركات وأحكام التصفية وقسمتها. بعد انقضاء الشركة ندخل في دور التصفية، فالتصفية هي خطوة تالية لانقضاء الشركة، بمعنى لو جاك سؤال في الامتحان قال لك أو سأل إنه تتم التصفية قبل انقضاء الشركة خطأ. إذا جاء سؤال في الامتحان وسأل أن التصفية تأتي قبل انقضاء الشركة هذا خطأ، الانقضاء يأتي قبل التصفية، فلا بد من انقضاء الشركة من خلال الرابطة القانونية بين الشركاء، بعد ذلك المتبقي من هذا الانقضاء يتم تصفيته، واضح؟ فمنطقيا التصفية تأتي كخطوة تالية للانقضاء، تدخل الشركة في دور التصفية بعد حلها وانقضائها، ويقصد بالتصفية إنهاء عمليات الشركة وحصر موجوداتها واستيفاء حقوقها وسداد ديونها. ما معنى إنهاء عمليات الشركة؟ بمعنى جميع روابطها القانونية مع الغير تنتهي. واضح؟ بالنسبة للصوت اللي ما عنده واضح ممكن يراجع إعدادات الصوت، الصوت واضح للجميع. فنعم إنك تراجع إعدادات الصوت. طيب. فإنهاء عمليات الشركة يعني إنهاء الروابط القانونية للشركة مع الغير، وحصر موجوداتها يعني حصر جميع ما تبقى من أموال الشركة سواء أصول ملموسة أو غير ملموسة، أوكي، الموجودات بشكل كامل، واستيفاء حقوقها يعني استرداد جميع حقوقها من الغير، فقد يكون للشركة حق لدى الغير بمعنى انها دائنه لاحدهم او لشركه اخرى او لبنك او لاي كان ايا ما كان، هذا يسمى حق للشركه، فالشركه دائم به دائم له، فيتم استرداد هذه الحقوق وسداد ديونها، بمعنى انه قد يكون على الشركه ديون لدى الغير، قروض بنكيه، معاملات سابقة لم يتم سدادها، أقساط متأخرة، أي شيء من هذا القبيل يتم سداده. فالتصفية حصر الموجودات، استيفاء الحقوق يعني حصر جميع ما لها، وسداد ديونها، نسدد كل اللي عليها، تمهيدا لوضع الأموال الصافية بين يدي الشركاء الاغتصاب وتوزيعها إذا أرادوا. أوكي؟ وهذه الحالة التصفية تشبه الإنسان في هذه الحالة، ليش؟ الإنسان عنده وفاة ما يتبقى منه إلا التركة، فيتم حصر التركة واستيفاء حقوقه لدى الغير، وبعد كده يتم سداد ديون ما لدى الغير، والمتبقي من هذه الأموال يتم توزيعه على الورثة. واضح؟ فالتصفية تشبه لحد كبير اللي هو حصر عملية الميراث. إجراءات الميراث كالتالي، يتم بعد وفاة الشخص حصر موجوداته أو الوصول أو ممتلكاته اللي هي التركة، واستيفاء حقوقه لدى الغير إذا كان له حقوق، وسداد ما عليه من ديون، والمتبقي من هذا كله يتم توزيعه على الوراث. فإلى النقطة هذه والتصفية تشبه الشخص. فقلنا إنه وسداد ديونه تمهيدا لوضع الأموال الصافية بين يدي الشركاء الاغتصاب وتوزيعها إلى غالب، أو لاستمرار احتفاظهم بملكيته على الشيوع بعد أن انتهت شخصية الشركة بانتهاء التصفية، أو لاستمرار احتفاظهم بملكيتهم يعني لسه ما وزعوها، ما يبغوا يوزعوها خلوها كما هي. المرحلة الأولى أنه خلاص
بعد ما ننتهي نقول القياسه من المنفذات، انا كشركه اريد ان اخذ حقي، الشركه الاخر يريد ان ياخذ حقه وهذا من حقه. لكن اذا لا قلنا نبغى نستمر فيها، استمرار احتفاظهم بالملكيه على الشيوع، انه تظل هذه التركه اللي موجوده متبقي الشركه هذه مملوكه لنا جميعا، لكن لما نوزعها الشيوع يقصد فيه انه الملكيه للجميع شائعه بين الشركاء ليست لشخص. متى يتحقق الشيوع؟ يعني بمثال تتضح الصوره، مثل حاله برضو الوفاه، عندما يترك شخص يتوفى ولديه مثلا ارض، هذه الارض هي مملوكه لجميع الورثه على الشيوع، اوكي؟ يعني بمعنى كل وارث منهم له حصه فيها، لكن لا يعلم وين حصته، ما يحدد لسه حتى يصدر حكم من المحكمه بتوزيع التركه، لكن قبل ذلك هي مملوكه على الشيوع، فمملوكه على الشيوع يعني انه الجميع يمتلك فيها لكن لم تحدد حصه كل شخص. فهنا هذا المراد بكلمه الشيوع، فقط اريد توضيح كلمه الشيوع. او لاستمرار احتفاظ الملكيه على الشيوع بعد ان انتهت شخصيه الشركه بانتهاء التصفيه. نعم قدرها مهم، ما هي مفرزه لسه، تسمى الحصص غير مفرزه. يعني مع اوكي انت لك حصه في هذه الارض لكن لا تعلم كم حجمها، وين هي من الجهه الجنوبيه الشماليه والغربيه، لا تعلم حتى يصدر الحكم، الحكم القضائي هو اللي يفرزها. فخلال فترة التصفية هذه تحتفظ الشركة بشخصية معنوية بقدر اللازم للتصفية. ليش؟ احنا قلنا من آثار الشخصية المعنوية شفناها في المحاضرة السابقة انه الشركة يكون لها ذمة مالية. أهم آثار اكتساب الشركة الشخصية اعتبارية انه يكون لها ذمة مالية، الذمة المالية يعني لها وعاء تستقبل فيه الحقوق المالية بالذات بمعزل عن مؤسسينها، لان لها ذمه ماليه مستقله عن مؤسسينها. اوكي؟ فنتخيل لوهله انه شركه تم انقضاءها ولكن ليس وتنقضي معها شخصيتها اعتباريه قبل التصفيه، ماذا يحدث؟ اللي يصير كالتالي، مثلا لو لديها حسابات في البنك توجد الاموال هذه في الرصيد لكن ما حد يقدر يسحبها، ليش؟ لانه صاحبها القضاء خلاص اللي هو الشخصيه الاعتباريه اللي هي الشركه هذه. اوكي؟ لكن عشان يقدروا الشركاء او لاداره الشركه التصرف بهذه الاموال او ايداع اموال في حساب او السحب منها، فاقر النظام انه يكون لهذه الشركه شخصيه معنويه، بمعنى يكون لها اراده، تقدر توكل موكلين، تقدر تتخاطب مع الغير، فيكون لها شخصيه معنويه بالقدر اللازم للتصفيه. وهذه من الامور اللازمه، يعني مثلا شخصيه اعتباريه عشان البنك يعترف فيها، يخلي الحساب مفتوح، يستطيع الشركاء او الشخص المخول لضابط بالسحب من هذا الحساب ان يتصرف. واضح؟ طيب التصفيه هل هي نوع واحد؟ لا، تاتي على نوعين، تصفيه اختياريه، ويصدر في هذا النوع من التصفيه او يصدر هذا النوع من التصفيه بقرار من الشركاء او الجمعيه العامه بشكل عام اذا كانت شركه مساهمه. الاختيارية هو باختيار الشركاء يعني، وتكون في الحالات الثانية الأربع، أربع حالات تتم فيها التصفية الاختيارية. أولا في الحالات، الحالة الأولى تكون منصوص عليها في عقد الشركة، لابد عشان تكون تصفية اختيارية أن يكون منصوص في أحد بنود عقد تأسيس الشركة على جواز اتفاق على تصفيتها. باء أو ثانيا يكون منصوص عليها في نظام الشركة، هذا بالنسبة للشركات المساهمة، الشركة المساهمة عندها نظام الشركة الداخلي، فلا بد كذلك أن يكون نظام الشركة ينص على جواز اتفاق الشركاء على تصفيتها. ثالثا إذا اتفق عليها الشركاء، لا بد أن يتفق الشركاء على موضوع التصفية، هي من اسمها تصفية اختيارية يعني بالاتفاق. رابعا تصفية وفقا لأحكام منصوص عليها في نظام الشركات، في بعض الحالات منصوص عليها في نظام الشركات على التصفية يتم تصفيتها بشكل اختياري. هذا النوع الأول من التصفية. نأتي عند النوع الثاني من التصفية تسمى التصفية القضائية، ومن اسمها مصدرها القضاء. التصفية القضائية يصدر بها قرار من الجهة القضائية المختصة وليس بتوافق الشركاء، أو حتى لو كانوا الشركاء معترضين على هذا الموضوع، فلكن
إذا صدر التصفية القضائية تصدر فقط من جهة القضائية. طيب الآن بعد ما نتفق على موضوع أوكي انقضت الشركة دخلنا مرحلة التصفية، من هو؟ احنا قلنا التصفية هي عبارة عن حصر موجودات الشركة واستيفاء حقوقها وحصر موجوداتها. طيب من يقوم بهذه العملية كلها؟ كلها إجراءات هذه من يقوم فيها؟ الذي يقوم فيها يسمى المصفي. أوكي. المصفي هذا قد يكون شخص أو عدة أشخاص، قد يكون من داخل الشركة أو من خارج الشركة، قد يكون أحد مديريها أو غير مدير، أحد الشركاء فيها قد يكون. هذا المصفي يتم تعيينه تبعا للطريقة التي يتم اختيار فيها، اتباع الطريقة التي صفيت فيها الشركة. فإذا كانت تصفية قضائية يتم تعيينه من قبل القضاء، إذا كانت التصفية اختيارية يتم اختياره من قبل الشركاء، وبناء على تعيينه أو الجهة التي تعينه هي التي تحدد سلطاته وواجباته وتعابه والمدة اللازمة للتصفية. لأن هذا إفقاد أموال، لأن هذه مهمة وظيفة إضافية له، ليست وظيفة رئيسية. التصفية وظيفة طارئة مؤقتة محددة بالزمن، فعلى هذا المصفي في كل الأحوال إذا ما حدد مدة زمنية أنه لا تتجاوز إجراءات التصفية 5 سنوات. إذا كانت تصفية اختيارية عليه أن لا تتجاوز 5 سنوات. طيب إذا ما خلص 5 سنوات يجوز لهم أن يطلبوا من القضاء تمديد هذه الفترة، أنه يصدر فيها حكم قضائي للتمديد أكثر من 5 سنوات، حيث أن إجراءات التصفية تستوجب أن يكون في مدة أكثر. نجي السلطات المصفية وواجباتها. عنده عدة سلطات وعنده واجبات أو صلاحيات وواجبات. أولا على المصفي أن يقوم بشهر قرار تعيينه بالطرق المقررة نظاما، والشهر قلنا إيش؟ إعلام الغير، اللي هو يعني يعلن الناس كافة أو الجمهور أنه تم تعيينه كمصفي للشركة هذه اللي انقضت، ويمثل هذه الشركة أمام القضاء وأمام الغير. أوكي، حبله أنه يحضر محاكمات من الشركة، المطالبة بحقوق الشركة من الغير، حيث أنه مخول بذلك. ثانيا تحويل موجودات الشركة إلى نقود، بيع المنقولات والعقارات بالميزان. هذا تسمى إيش؟ اللي هي عملية تسهيل الأصول، نسميها بالعامية تسهيل الأصول، بمعنى أن الشركة لديها عقارات مثلا، هو يتولى عملية بيع العقارات هذه، عندها سيارات، عندها معدات، عندها أجهزة، هو يتولى بيع هذه الأمور كلها. أهم شيء في الأخير هو كل إجراءاته أنه يهدف إلى تحويل الأصول هذه إلى نقود. ليش نقود؟ لكي تتم توزيع على الشركاء. وهنا أهمية أنه قلنا أنه رأس مال الشركة مكون من الحصة النقدية والحصة العينية. الحصة بعمل لا يمكن تحويلها إلى مال، الحصة العينية يمكن تحويلها إلى مال، عشان كده ما تدخل الحصة بعمل في رأس مال الشركة. هنا أهمية البنك في التصفية، واضح؟ كذلك لا يجوز المصفي أن يبيع أموال الشركة جملة إلا بإذن، يعني ما يقدر هو يبيع كل شيء للشركة كده فجأة لوحده بدون ما يأخذ الموافقة من الشركاء. رابعا لا يجوز المصفي أن يبدأ أعمال جديدة، يعني ما يجي مثلا مصفي يشوف الشركة وضعها كان غير جيد وعنده خبرة وفي إدارة الشركات، فيجي يقول خلاص أنا ببدأ مشاريع جديدة، راح يعني أنهض بالشركة من جديد. هذه ليست وظيفته، هو تم تعيينه كمصفي لإدارة أمور التصفية، إجراءات التصفية، حصر موجودات الشركة وسداد ما عليه من ديون واستيفاء حقوقها، هذا هو المطلوب منه فقط، وليس له البدء في أعمال جيدة. الشركاء لم يستعينوا فيه أو المحكمة لم تستعين فيه لهذا الغرض. خامسا تلتزم الشركة بأعمال مصفية الداخلة في سلطاته، أي شيء يقوم فيه المصفي الشركة ملزمة به، بس بشرط أن تكون هذه الأعمال داخلة من ضمن سلطاته المسموح له في نطاقها.
سادسا تنتهي صلاحية المصفي بانتهاء مدة التصفية. خلاص بعد انتهاء التصفية لا يصبح لهذا المصفي أي علاقة بالشركة، تنتهي علاقته بالشركة وتنتهي مع الصلاحيات التي خول بها لإدارة أمور التصفية. هل يوجد سؤال أو استفسار هنا أو شيء واضح؟ طيب ممتاز. ايش علي نقطة تريد مثال؟ بس ايش النقطة اللي كانت غير واضحة؟ التصفية القضائية. طيب اوكي، التصفية القضائية يصدر قرار يقصد فيها انه قرار التصفية نفسه لم يتم بالاتفاق بين الشركاء، انما قرار التصفية جاء بحكم قضائي. اوكي، يعني من الجهة القضائية المختصة، القاضي رأى انه لابد من تصفية هذه الشركة. قد يكون الشركة مثلا فيها احد اركانها باطل. اوكي، فما بني على باطل فهو باطل، مثل انعدام مثلا اهلية احد الشركاء. فهنا يأتي القاضي بقوة النظام يطلب بحكم قضائي انه يتم تصفية الشركة، تسيير اصولها وتوزيع المتبقي على الشركاء. فمصدر هذه التصفية القضاء، على العكس الحالة الاولى التي يتم فيها التصفية باختيار الشركاء. هذا بالنسبة للسؤال. السؤال الثاني، إذا كان المصفي موظف في الشركة وتعين مصفي، بعد ما ينتهي من عملية التصفية تنتهي الشركة نفسها، لا يكون لها وجود، فهو إما يكون يعمل يعني في مكان آخر أو يصبح عاطل عمل، لا ليس له علاقة، انتهت الشركة. فمثلا لو فرضنا مثلا مديرها، مدير الشركة، رئيس مجلس إدارة الشركة أو مدير التنفيذي هو الذي تولى عملية التصفية، بعد انتهاء عملية التصفية هو يتقاضى مبالغ مالية مقابل أتعابه هذا اللي يقوم فيها لإجراءات التصفية، غير راتبه كعامل. أوكي، بعد عملية التصفية وتنتهي تنتهي علاقته بالشركة، لأن الشركة نفسها انقضت خلاص، ليس لها وجود، لم يعد لها وجود على أرض الواقع. وضحت الصورة؟ ممتاز. طيب ننتقل بعد ذلك إلى تقادم الدعوة عن الشركة أو عن التصفية. تنص المادة 21 من نظام الشركات، طبعا التواريخ ما أنتم مطالبين بحفظها إلا تاريخ واحد اللي هو تاريخ إصدار نظام الشركات السعودي 1437 هجري فقط، بقية التواريخ أنتم غير مطالبين بها. واضح؟ نعم، هو تاريخ واحد فقط أنتم طالبين فيه اللي هو تاريخ نظام الشركات السعودي 1437 هجري. هذا تاريخ صدور نظام الشركات الحديث السعودي الجديد 1437. تقادم الدعوة، التقادم طبعا اللي هو مرور فترة من الزمن دون استخدام الحق. الكلمات الإنجليزية لا، نحن مطالبين فيها، لا أستطيع أنه، لكن إن شاء الله وقت شرحها نشوف بإذن الله تعالى. نحضر المحاضرة في هذا، لا إن شاء الله أنها سهلة بسيطة، إن شاء الله أنها سهلة، لكن إن شاء الله وقت المحاضرة نوضح أكثر بإذن الله تعالى. تنص المادة 21 كل شيء احنا معنا، ما في شيء اسمه معنا، فقط التوضيح انه بخصوص تاريخ التواريخ، ليس مطالبين الا بتاريخ نظام الشركات السعودي اللي هو 1437 هجري.
نعود ثاني لموضوعنا. ترص المادة 21 من نظام الشركات السعودي على الآتي: فيما عدا حالتي الغش والتزوير لا تسمع دعوى ضد المصفي بسبب أعمال التصفية أو ضد الشركاء بسبب أعمال الشركة. يعني ما حد يقدر يرفع دعوى على المصفي أو ضد الشركاء أو ضد مديري الشركة أو مجلس إدارة أو مراجع حسابات بسبب أعمال وظائفهم بعد انقضاء 5 سنوات على شهر انتهاء التصفية. هذا يعني إيش؟ يعني مثلا مصفي قام بأعماله والشركة مجلس إدارة قام بأعماله وانتهت الشركة وانقضت وصفية ومر 5 سنوات على هذه التصفية، بعد ذلك يصبح هؤلاء محصنين من الدعاوى. يعني ما يقدر يرفع عليهم دعوى في محكمة. قبل 5 سنوات تستطيع أن ترفع دعوى عليهم، مثلا لك حقوق عند الشركة ولم تستوفيها والمصفي لم يدفع لك، تستطيع أن ترفع دعوى. أنت مثلا أحد الشركاء وكنت تعتقد أن هذا المصفي ظلمك في توزيع الحصص، تستطيع أن ترفع دعوى عليه. فبعد مرور 5 سنوات لا تستطيع، لكن إذا أثبت أنه كان في حالة غش أو تزوير في الأوراق تستطيع أن ترفع دعوة في أي وقت حتى بعد 5 سنوات، لكن يجب عليك إثبات حالتي الغش أو التزوير. أوكي؟ والتزوير هو التحوير أو التعديل في محور في محرر رسمي. أوكي؟ طيب. فبعد تصفيته وشط قيد الشركة بالسجل التجاري وفقا لنظام السجل التجاري أو 3 سنوات لانتهاء عمل المصفي، أيهما أبعد؟ فيعني بعد ما المصفي ينتهي من العمل وبذلك سنوات هو يحصل من الدعاوى، لكن بعد إشهار انتهاء التصفية 5 سنوات تحسب يحصل الجميع من الدعاوى ضد من الغير. أوكي. لكن عند قسمة أموال الشركة، الآن بعد ما انتهينا من تصفية الشركة وتم تسييل أصولها وتحويلها إلى نقود، قسمة الأموال كيف تتم؟ وفقا للمادة 208 من نظام الشركات، على المصفي بعد سداد الديون أن يرد للشركاء قيمة حصصهم في رأس المال. وهنا مهمة رأس المال، ليه؟ من هم اللي قدم حصص في رأس المال؟ الشركة الذي قدم حصة نقدية والشركة الذي قدم حصة عينية. الشركة الذي قدم حصة بعمل ما يدخل معه، مستبعد هنا، لأن حصته ما تدخل في تكوين رأس المال مثل ما ذكرنا أول. فعلى المصفي بعد سداد الديون أن يرد إلى الشركاء قيمة حصصهم في رأس مال في رأس المال، وأن يوزع عليهم الفائض بعد ذلك وفقا لأحكام عقد تأسيس الشركة. يعني يرجع مثلا أنت دفعت 10,000 ريال، حصتك من رأس المال هذه 10,000 ريال بعد تسهيل الوصول هذه 10,000 ريال. أوكي؟ وفقا لعقد تأسيس الشركة. فإن لم يتضمن العقد أحكاما في هذا الشأن وزع الفائض على الشركاء بنسبة حصصهم في رأس المال. طيب الآن رجعنا لك حصتك اللي هي مثلا 10,000 ريال وفي فائض لسه متبقي أموال، وعقد تأسيس الشركة لم يوضح كيف نوزع هذا الفائض، إيش يصير؟ تحصل على نسبة من الفائض تعادل حصتك في رأس المال. مثلا 10,000 ريال هذه اللي انت دفعها تمثل 5% من رأس مال الشركة، فبالتالي انت تستطيع ان تحصل على 5% من الفائض المتبقي. واضح؟ فهي النسبة التي لك في تكوين رأس المال تقابلها النسبة من الفائض، نفس النسبة تطبق على الفائض. إذا لم يكفي صافي منفذات الشركة في الحالة الثانية، مثلا تم تسهيل أموال الشركة ولكن منفذاتها لم تكفي للوفاء في حصص الشركاء، المتبقي خسارة وليس حصص، فبالتالي الخسارة توزع بينهم بحسب القرار في توزيع الخسارة سواء عقد الشركة أو بالحصص. بمعنى أنهم ما المتبقي من تسهيل هذه الأمور لم يتبقى أموال، إنما ظل لسه في ديون على الشركة، فتوزع هذه الخسائر أو الديون هذه على الشركة على الشركاء فيما بينهم كل حسب حصته في رأس المال، نفس طريقة توزيع
الأربعة. طيب نأتي عند شركات التضامن، هذا بالنسبة لتسوية الشركات وانقضاءها. نأتي الآن عند أول أنواع أو أول نوع من أنواع الشركات، وقبل الدخول فيها لابد أن نسترجع أنه يكون أو نعرف أنه هناك نوعين من الشركات التجارية، شركات أموال أو ثلاثة أنواع من الشركات، شركات أموال، شركات أشخاص، وشركات مختلطة. بس في سؤال، ممكن توضح السؤال؟ نعم. طيب النوع الثاني، إذا بعد توزيع الخسارة، هذا الخسارة تتوزع على الشركاء بعد انقضاء الشركة، خلاص الشركة انتهت الآن ليس لها وجود. طيب الخسائر المتبقية هذه على الشركة من يتحملها؟ الشركاء. أوكي، فكل شريك يدفع بقدر حصته في رأس المال نسبة تعادلها في الخسارة. مثلا أنت حصتك في رأس المال 5%، أنت تتحمل بالخسارة 5%، هذا المقصود فيها. وضحت؟ ممتاز. فقلنا أنواع الشركات التجارية ثلاثة: شركات أشخاص، شركات شركات أموال، وشركات مختلطة. نبغى نشوف الآن أولا شركات الأشخاص، وهي ثلاثة أنواع: شركة تضامن، المحاصة، والتوصية البسيطة. أهم واحدة فيهم شركة التضامن. ليش؟ لأن شركة التضامن تجيب أغلب خصائص شركات الأشخاص، كل الخصائص تبع شركات الأشخاص فيها. فإذا فهمنا خصائصها وفهمنا شركة التضامن، شركات الأشخاص المتبقية سهلة، نفس المبادئ نفس الخصائص. شركة التضامن نصت عليها المادة 27 من النظام وعرفتها على أنها شركة بين أشخاص من ذوي بين أشخاص طبيعيين يكونون مسؤولين شخصيا في جميع أموالهم وبالتضامن ديون الشركة والتزامهم الزمان. طبعا بخصوص المواد المذكورة في النظام انتم غير مطالبين فيها، اوكي، ما راح اطالبك في رقم مادة ايا كانت، اي رقم مادة يعني في الاختبار ما راح يجيك سؤال عن مادة. طيب فهي شركة بين اشخاص طبيعيين يكونون مسؤولين شخصيا في جميع اموالهم وبالتضامن عن ديون الشركة والتزاماتها، ويكتسب الشريك فيها صفة الشريك. هي من اسم من نوع يتبين انه الشركاء فيها يتحملون مسؤوليتها بشكل شخصي، اوكي، فهي نوع من انواع شركات الاشخاص، بمعنى تقوم على الاعتبار الشخصي، لذلك الشريك فيها يكون مسؤول في جميع امواله وبالتضامن مع بقية الشركاء عن ديونها والتزاماتها. اوكي، ونشوف بعد شوي ان شاء الله متى يكون، كيف يكون الشريك مسؤول عن ديون الشركة؟ هل هو مطلق؟ لا، في شروط. ويكتسب كذلك الشريك فيها صفة الشريك، صفة التاجر، عفوا في خطأ مطبعي، صفة التاجر، ويكتسب الشريك فيها صفة التاجر، فتنطبق عليه التزامات التاجر وله حقوق التاجر. خصائص هذه الشركة، أول خاصية من خصائص هذه الشركة أن المسؤولية مطلقة وتضامنية عن ديون الشركة بين جميع الشركاء، فلا يجوز مطالبة الشريك بأن يؤدي ما لها من دين على الشركة إلا بعد ثبوت شرطين. أوكي، يعني إذا كان لك دين على شركة التضامن ما يجوز لك الذهاب كدائن لأحد الشركاء ومطالبة بدين الشركة إلا بعد شرطين. الشرط الأول ثبوت الدين في ذمة الشركة، يعني لابد أنك تثبت أنه هناك دين على الشركة، سواء بحكم قضائي أو بإقرار أحد المسؤولين منها بورق طبعا رسمي، وتروح له تروح تطلب من هذا الشريك بالدين
بعد إعذار الشركة بالوفاء ومنحها مدة معقولة. أوكي؟ يعني بعد ما تطالب في الشركة بالدين المثبت لك هذا ومرت مدة معينة أنت تقدرها كدائن ولم تسدد الشركة. أنت أعطيتها المهلة. تم إعذارها وأعطيتها المهلة. لأن نقول نحن في القانون التجاري يتم إعذار المدين. أوكي؟ التالي. لا في الحياة المدنية يتم يتم إعذار المدين في الحياة المدنية لكن في التجارة لا يتم إعذار لكن هنا يسمى إعذار الشركة اللي هو تنبيهها يعني يعطاها مهلة للسداد فإذا لم تقم الشركة بعد إعذارها وإنذارها بالوفاء ومرور المدة التي حددتها أنت كدائن يجوز لك كدائن الذهاب إلى أحد الشركاء والمطالبة بدين الشركة لكن مثل ما ذكرنا بعد ما تثبت ان الدين مثبت في ذمة الشركة سواء بحكم قضائي او بقرار من احد مسؤوليها او بعد اعذار الشركة بالدين اللي عليها ومرور المدة التي منحتها طيب هذه المسؤولية بالنسبة للشركاء لها احكام يعني اوكي عرفنا الان شروط مثل المطالبة ب الدين المفروض على الشركة من أحد الشركاء هل هي مطلقة؟ لا لها أحكام فأولا إذا انضم الشريك للشركة كان مسؤولا بالتضامن مع باقي الشركاء في جميع أمواله بمعنى أنا انضميت مثلا للشركة هي تم تأسيسها في 1430 هجري أنا انضميت لها في 1435 هجري من التاريخ هذا 1435 هجري أنا مسؤول مع باقي الشركاء عن جميع ديون الشركة بالتضامن من التاريخ الذي انضميت فيه طيب والسابق بالنسبة لديون الشركة السابقة على انضمامه ولا يجوز الاتفاق على إعفائه من هذه الديون أوكي يعني مثلا الديون اللي حصلت في من 1430 إلى 34 هذه يجوز اتفاق على فعل لأنه لم أكن شريك في وقتها فليش يعني أتحملها ثانيا إذا انسحب الشركة وخرج منها يعني طلب أنه يبيع حصته أو يتنازل عنها لأي سبب من الشركة أو خرج منها بحكم قضائي فلا يكون مسؤول عن ديون الشركة التي تنشأ في ذمتها بعد شهر انسحابه وإخراجه يعني مثلا أنا الشركة كنت شريك فيها من المؤسسين وانسحبت منها في 1440 جميع الديون وتم إشارة هذا الانسحاب وإعلانه جميع التزاماتها وديونها التي تنشأ بعد تاريخ هذا 1440 أنا لست مسؤول عنه لا يجوز لأحد الدائنين مطالبتي بديون الشركة والتزاماتها بعد خروجي منها ليش؟ لانفكاك الرابطة اللي بيني وبين الشركاء لم يعد لي صلة بها ثالثا إذا تنازل أحد الشركاء عن حصته فلا يكون مسؤول عن ديون قبل دائنو الشركة يعني أحد الشركاء تنازل لشريك ثاني أو لشخص آخر من غير فالدائني الشركة لا يجوز لهم الرجوع عليه إلا إذا اعترضوا على هذا التنازل خلال 30 يوم من تاريخ إبلاغ الشركة لهم بذلك يعني أنا لو بغيت أتنازل عن حصتي في هذه الشركة لشريك آخر أو لمالك آخر يجوز لدائني الشركة أن يعترضوا على هذا الخروج أو بيع أو تنازل الحصة هذا من الشركة خلال 30 يوم بعد انتهاء 30 يوم تنتهي أو حصا من المطالبة لأنه بعد 30 يوم السؤال الطالبات تسأل لماذا بعد 30 يوم لأنه بعد 30 يوم خلاص تستقر الأوضاع القانونية لأنه أنا طلعت خلاص من الشركة لم يعد فيها رأس مال لكن 30 يوم هذه مهلة للدائنين يجوز لهم الاعتراض لأنه الشركات هذه تقوم على اعتبار شخصي بمعنى قد يكون هؤلاء الدائنين تعاقدوا مع الشركة عشان هذا الشخص
لما عرفوا انه فلان مثلا التاجر الفلاني هذا الشريك في هذه الشركه، هم وجدوا اسمه ثقه. بس البنك مثلا لما يجد مثلا رجل اعمال مشهور شريك في شركه، يمكن الشركه وضعها الجديد لسه ما يعرفوا يعني تفاصيل اكثر، لكن لما سمعوا انه فلان في ورقه رسمي قرأوا انه هذا شريك فيها يدعم الثقه فيها. واضح؟ فيكون التعاقد معه لاعتبار شخصي لهذا، عشان هذا الشخص رجل الاعمال هذا المعروف. فلذلك من حق هذول الدائنين لما يتنازل هذا الشريك اللي احنا تعاقدنا مع الشركه لاجله انه تعطونا مهله للرجوع عليهم 33 يوم، هل نعترض ولا لا؟ وضحت الصوره ولا لا؟ طيب اذا اعترضوا هؤلاء الدائنين عن هذا التنازل للشريك اصبح رجع ثاني واصبح مديون لهم بالتضامن مع بقيه شركاء عن ديون الشركه، يعني حتى لو طلع من الشركه برضه مسؤول. ليش؟ لانه شخصيته لعبت دور عند التعاقد، فمن حق الدائنين هذول اللي اقرضوا الشركه انهم يعترضوا على خروجه من الشركه. طيب عشان ما يتداركنا الوقت نبغى نروح على سؤال المحاضرة، تذكروا احنا وقفنا عند رقم 3 بإذن الله تعالى عشان نكمل غدا إذا الله أحيانا. نذهب إلى سؤال المحاضرة، صح أم خطأ؟ التصفية القضائية هي التي تصدر بقرار من الشركاء أو من الجمعية العامة، صح أم خطأ؟ عين السؤال مرة ثانية، التصفية القضائية هي التي تصدر بقرار من الشركاء أو الجمعية العامة. طيب نشوف باقي الإجابات، في بعض الإجابات تقول صح وبعض الإجابات تقول خطأ. أيوة الإجابة الصحيحة خطأ. ليش؟ لسببين. في الاختبارات في العادة في بعض الكلمات تعطيك الإجابة. أوكي؟ شوف في البداية اسمها إيش؟ التصفية القضائية. كلمة قضية تشير إلى إيش؟ إلى القضاء. أوكي؟ فمصدر هذه التصفية للقضاء. لما تيجي تقرأ التعريف هي التي تصدر بقرار من الشركاء. قرار من الشركاء يعني اتفاق بين الشركاء وليس القضاء. فيفترض المنطق يقول التصفية القضائية معناته لها علاقة بالقضاء. خليني أقول أنا نسيت المعلومة في الاختبار ماني متذكرها، شفت السؤال هذا بس نسيت المعلومة. الطالع في الكلمة كلمة قضائية لابد أن يكون في التعريف كلمة قضاء. واضح؟ في التعريف اللي أمامنا ما له علاقة بالقضاء، فبالتالي التعريف خطأ. يعني هذا في حالة إيش؟ إذا لم أكن أعرف المعلومة خلاص يعني ناسيها، مثلا ذاكرنا كني ناسيها. فدائما في بعض الاحيان المنطق يعني بالمنطق تستطيع انك تجاوب، فهذه احد استراتيجيات الاجابه. التصفيه القضائيه يعني انه افترض انه لها علاقه بالقضاء، لكن احنا نشوف التعريف ايش؟ التصفيه القضائيه هي التي تصدر بقرار من الشركاء. لا ما لها علاقه بالقضاء، معناته خطا. واضح؟ لو ابغى اصححها هي تكون التصفيه الاختياريه هي التي تصدر بقرار من الشركاء أو الجمعية ولكن ليست القضائية. وضحت الصورة؟ الجواب خطأ. نعم هي التصفية الاختيارية، هذا تعريف التصفية الاختيارية وليس التصفية القضائية. طيب السؤال الأول هذا كان المحاضرة السابقة ما لنا علاقة به، احنا بس كنا نسأل السؤال الثاني. في جميع الأحوال ننتهي هنا إلى هذا السؤال، وإن شاء الله نلتقي بإذن الله تعالى غدا في موعدنا المتعارف عليه. فإن شاء الله مثل ما بدأنا نختم بالصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي غدا في لقائنا التالي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.